حضرة الشرطة أنت ما فيك تأخذ مرتبة هاي البساطة، في عندك دليل أو أي أثبات مادي؟ سيد أديتيا، نحن مو مضطرين نخبرك بكل شي عنا، بس بما أنك متضايق رح أقلك كل شي. ونحن عم نحقق مع الست ميرا اعترفت بكل الجرائم اللي كانت عاملتها وحدة بوحدة. طبعاً تحت الضغط هي اعترفت أخيراً إنها خطفت أولاد السيد جاي والي. وطبعاً هذا هو الشي الحقيقي اللي انقتلوا أولاده الاثنين بسببه. بس اللي ما اعترفت فيه الست ميرا هو قتل باني. أنا كيف مرقت علي هاي الشغلة هيك؟ ميرا كانت تعرف إنه برونيتا هي باني، وعلى اعتبار إنه باني عايشة فهي ما رح تعترف وتثبت على حالها. سيد أديتيا، نحن عملنا جهدنا لحتى نقلها إنه عقوبة قتل شخص هي نفسها عقوبة قتل شخصين. حاولنا كثير نوضح لها هالشي، بس بالرغم من كل هاد ما اعترفت بقتل باني. وهالحكي شو إله علاقة بأمي؟ ليش لحتى تورطوها هالورطة؟ لأنه قبل قتل باني بيوم لازم تعرف إنه أمك جيازة والي هربت من السجن، أخذت طيارة وطلعت على جبل أبو. هاي هي الوراق. جيازة كانت هنيك بليلة الجريمة لما أنكرت مدام ميرا والي فعلتها هاي. رجعنا بوقتها لموقع الجريمة ولقينا أدلة كتير هنيك. هدول هني نظراً للأدلة اللي بإيدي، باليوم اللي صارت فيه جريمة القتل كانت جيازة مع ميرا وباني بنفس المكان اللي انقتلت فيه. ليش ما خبرتنا جيازة مدة 17 سنة إنه ميرا هي اللي قتلت باني؟ الحقيقة هالجريمة جيازة هي اللي ارتكبتها. سيد أديتيا، كل الأدلة بتقول إنه جيازة هي القاتلة، وهلأ بدك تسمح لنا نعتقل زوجتك بتهمة قتل باني والي.